هنيئا ليلي ما بيسمع لولاد السوق وما بيمشي ممشاهم ولا بيقعد مع المستهزئين ولا بيعجبوا هواهم، بالعكس بيقوم وبينام وذكر كتاب الله على لسانه وبطاعة ربه بيفرح وبيعمل كل شي عشانه. بيشبه شجرة مغروسة عمجرى مي، بتثمر بوقتها وما بتدبل ولا شوي، وكل أعماله ناجحة، مش مثل جماعة الأشرار المش فالحة يلي بيطيروا مثل القش بالريح، وبيوم الحساب الكفرة الأشرار ما بيثبتوا منيح، وباخر النهار أبدا ما بيتحاسبوا مع الأبرار، لأنه رب العالمين بيرعى سبل الصالحين، أما يلي بيختاروا طريق الشر فهني من الضالين.